مساء الخير مشاهدينا الأعزاء من الأردن ومن عمان الآن بالتحديد ومن المركز الثقافي الملكي. نرحب بكل ضيوفنا العرب القادمين إلى مهرجان جرش، نفتح لهم البيوت والقلوب ونقول للجميع باللهجة الأردنية يا هلا بالضيف ضيف الله. مهرجان جرش مفتوح لكل الأخوة المثقفين القادمين إليه بالتحديد ليروا هذه الظاهرة الفنية والثقافية المميزة والمعروفة على مستوى كل العالم. اسمحوا لي مشاهدينا أيضا أن نرحب بأهل البيت وبفريق بيت للكل في عمان، أستاذ خالد سكر أهلا وسهلا فيك، والأستاذ والزميل أيضا العزيز أحمد شكري من العراق، وبالأستاذة الكبيرة أيضا من مصر الحبيبة شافكي المنيري. فأهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، واسمحوا لي نرحب في الجميع. مشاهدينا الكرام، كالعادة الأجواء مبهجة ومفرحة منذ وصلنا إلى مطار عمان ونحن نشعر بمهرجان جرش، حيث الاحتفال والرقي هنا وهناك والتحضير في كل مكان وضيوف المهرجان. هذا العام الحقيقة المهرجان تحت شعار يستمر الفرح، والحقيقة يا رب تستمر الفرحة في كل دولنا العربية وتفضل الفرح في الأردن دايما أفراح ومناسبات حلوة بإذن الله. 37 عام مهرجان جرش من الرقي والثقافة والفنون. بالتأكيد يا شافكي، حقيقة سعداء جدا بأن نتواجد في مهرجان جرش في دورته 37. حقيقة مظاهر الإبداع مستمرة، التلاقح الفكري والثقافي والفني والأدبي لجرش، هذه الحاضنة الكبيرة للشعوب العربية. لنا أن نفخر حقيقة بهذا المهرجان الذي على مدار الأعوام السابقة كان هو المنصة الحقيقية لتسليط الضوء على الإبداعات العربية في جميع الميادين الثقافية والفنية والإبداعية، وإن شاء الله كما ذكر عنوان جرش يستمر الفرح في جميع البلدان العربية ومن أردن النشامة خاصة. في هذا المهرجان أكيد سوف تكون هناك إضاءات مهمة جميلة فنية إبداعية ثقافية. الثقافة لا تعترف بالحواجز وبالحدود، وهكذا يفعل مهرجان جرش الذي يتيح للفلسطيني الاطلاع على الثقافة المصرية والفن المصري، ويتيح للمصري الاطلاع على الثقافة والفن العراقي، وكذلك يفعل الأردني، وكذلك يفعل كل أبناء جلدتنا العربية. ويستمر الفرح هو عنوان الدورة 37 لمهرجان جرش الذي نتابع هذا التقرير والذي يؤصل لفكرة المهرجان. أشعل نار قناديلها،
أيها المحتجب أعد لنا ما أخذت. طال انتظارنا طال انتظارنا. أيها المحتجب أعد ما أخذت منا. طال انتظارنا. وحدما منعت عنا. وحدما منعت عنا. نريد الحياة. تأتي الرياح إلى النيات. تأتي الرياح إلى النيات تحييها. هبت هبوبت الدفء كل معانيها. وانتشت الأشجار فرحا في روابيها. يتراقص اللهب في النار سر الكون وسر من وهب وفتنة البخور وشعلة الحطب في النار سر الكون وسر من وهب. روى الماء إذا مشاهدينا بعد ما تابعنا هذا التقرير عن مهرجان جرش، حقيقة لمزاير مهرجان جرش، يعتقد بأن مهرجان جرش هو مهرجان غنائي. في الحقيقة هو في المسرح والقصيدة وكثير من التفصيلات المهمة اللي متواجدة داخل هذا المهرجان اللي يلم كل الثقافات الفنية، مو فقط هو مهرجان للغناء. هذا المهرجان الذي يجمع جميع العرب من خلال مسرح جرش، هذا المسرح العتيق اللي أكيد على خشبة هذا المسرح تواجد الآلاف من المطربين اللي مثلوا بلدانهم أجمل تمثيل. فإن شاء الله تكون فرصة لكل من لم يزور مهرجان جرش أن يزور الأردن، أردن النشام، وخاصة هذا المهرجان المهم الذي يعتبر النقطة المضيئة في مجال الثقافات العربية. واسمحوا لنا نبدأ الحوار الآن. بنرحب بمعالي وزير الثقافة الأردنية هيفاء النجار. أهلا بحضرتك، مشرفانا ومنورانا. ونرحب أيضا بوزيرة الثقافة المصرية دكتورة نيفير الكيلاني. أهلا بحضرتك. وحبدأ الحديث مع يعني وزيرتنا العظيمة هيفاء النجار. الحقيقة يعني يمكن لينا الشرف أن احنا هذه المرة الثانية أو الثالثة يمكن لبيت للكل في مهرجان جرش، بس هناك التغيير والاختلاف. ما هو التغيير والاختلاف هذا العام؟ ولماذا اختيار مصر ضيفة للشرف، ودي يمكن أول مرة تحصل في مهرجان جرش؟ بدي أبتدئ من نهاية السؤال. عندما يكون هناك لأول مرة ضيف شرف في مهرجان جرش،
لا يمكن أن يكون هذا الضيف إلا جمهورية مصر العربية، يعني هذا بتوافق عربي كامل. فمنرحب بمصر الحبيبة ضيف شرف، وأهلا بالدكتورة معالي الدكتورة نبيل كيلاني، شرفتينا. شرف. الله يحميكم ويخليكم. مصر في وجدان كل أردني، في وجدان الأردنيين جميعا وفي وجدان العالم العربي، وقدمت الكثير للثقافة العربية وللثقافة العالمية. وهذا المهرجان في حلته في دورته الحالية يعني يتجه نحو بعد الثقافة كبعد تكاملي شمولي، له علاقة بالاقتصاد، بالحياة اليومية، بنوعية الحياة. الثقافة لم تعد بعزلة عن كل ما يتصل بالتحديث في المملكة الأردنية الهاشمية، ودور المملكة الأردنية الهاشمية في بناء الوعي، ودور وزارة الثقافة والمهرجان في بناء الوعي، تعزيز شعورنا بهويتنا، اعتزازنا بأنفسنا، اعتزازنا برؤيتنا، اعتزازنا في مشروعنا الثقافي والاقتصادي والحضاري. فهذا المهرجان تجاوز أن يكون مهرجاناً فنياً وثقافياً شكلياً، هو مهرجان بالتشاركية الكاملة مع المجتمع المحلي. بلدية جرش موجودة في قلب المهرجان، محاطين بمئات وألاف من أهل جرش. الصناعات الثقافية الإبداعية، الحرف اليدوية موجودة في المهرجان. كل مسارح جرش حية بفعاليات وأنشطة فكرية وثقافية، تجليات الفن التشكيلي العربي، الموسيقى بكافة تجلياتها، وأيضا برنامج مصر العربية. عندنا مجموعة من الفنانين، 1500 فنان أردني مشارك، ولكن عندنا مصر ضيف الشرف معالي الدكتورة نيفين الكيلاني أشرفت نفسها على البرنامج. فعندنا صناعات ثقافية مصرية وحرف تراثية مصرية، ونحن بحالة تشاركية نتعلم من مصر حماية التراث وتطوير التراث لأن يكون صناعة ثقافية إبداعية تدر دخل، ترفع من الدخل القومي لأي بلد. معالي الوزيرة، حقيقة هذه عذرا على المقاطعة، هذه الإضاءات المهمة اللي حضرتك سلطت الضوء عليها من خلال المشاركة المصرية، أيضا نشرك معالي الوزيرة نيفين بهذا الحديث عندما نتحدث عن مصر، مصر الولادة حقيقة، مصر التي تفكر وتبدع وتنتج في جميع الميادين الفنية والثقافية والأدبية. دائما هناك نرى المشهد المصري متصدر. اليوم في هذه الدورة لجرش 37 نحاول أن نتعرف من خلال حضرتك على أهم الإضاءات اللي راح تكون فيها المشاركات المصرية في هذا المهرجان، بما أنه مصر هي ضيف الشرف. يعني بداية أنا يعني بشكر يعني المملكة الأردنية، وبشكر يعني معالي الوزيرة هيفاء النجار طبعا يعني على الدعوة الكريمة، وعلى اختيار مصر ضيف للشرف في أول دورة يكون فيها ضيف شرف في مهرجان جرش. وهذا يدل طبعا على المكانة التي تحتلها مصر لدى المملكة الأردنية، وطبعا يعني هي دولة شقيقة وبيننا يعني تاريخ طويل مشترك على كافة الأصعدة والمجالات، ودائما الثقافة تقود العلاقات بما إنها القوى الناعمة بين الشعوب. هي ليست علاقة رسمية بين جهات رسمية، ولكن هي علاقة بين الشعوب ممتدة عبر التاريخ. مهرجان جرش في الدورة 37 مختلف عن السنوات السابقة في أنه اختار أن يكون فيه ضيف شرف للمهرجان، وطبعا ده بيدي زخم للمهرجان أكبر، ويعني بيعمل رؤية جديدة للمهرجان. ودائما يعني تجديد الرؤى مطلوب في الثقافة عشان يواكب التجديدات والتغيرات اللي بتحصل، وعشان يؤكد على عمق العلاقات الدولية ويوضح للأجيال الجديدة التاريخ المشترك في الحضارة منذ القدم. يعني العلاقة بيننا ليست جديدة، ولكن طبعا يعني ممتدة من سنوات بعيدة جدا على كافة الأصعدة. مهرجان جرش هذا العام في زخم ثقافي وفني كبير جدا. المشاركة المصرية فيه متمثلة بعدة محاور،
أهمها على المستوى الرسمي في مجموعة من الفرق الثقافية والفنية تتبع وزارة الثقافة، زي فرقة الموسيقى العربية التابعة لدار الأوبرا، فرق الفنون الشعبية العديدة التابعة لهيئة قصور الثقافة، وهي تمثل نموذج حي للتراث الفني والثقافي الشعبي في محافظات مصر كلها. وطبعاً يعني إحنا هنقدم أوبريت رقص شعبي معبر عن التنوع الثقافي الثري جداً في جمهورية مصر العربية، إلى جانب مجموعة من الفقرات الفنية على مدار أيام المهرجان كلها لبعض الفرق الشبابية التي تمثل يعني الفن المعاصر المصري من رؤية شبابية، وهذا مطلوب طبعاً. فالحرف التراثية بتحتل مكانة كبيرة جداً، وطبعاً لدينا اهتمام مشترك مع معالي وزيرة الثقافة الأردنية، وهو الاهتمام بالتراث. التراث هو الجذور، وبدون الجذور لا يكون هناك امتداد وتطور ومستقبل. الحرف التراثية هي جزء مهم جداً من الصناعات الثقافية، ولم يعد الفن والثقافة طرف، وإنما هو بيقوم بدور تنموي مجتمعي كبير جداً جداً جداً. أهم محور فيه الاعتماد على ربط الصناعات الثقافية بالتنمية المجتمعية عن طريق ربط الثقافة والحرف بالاقتصاد. ربط الثقافة بالاقتصاد بينمي المجتمع، وإحنا أمس كنا في زيارة لإحدى الجمعيات الحقيقة نموذج رائع جداً في الأردن هنا عن دور الثقافة متمثل في الحرف التراثية في التنمية المجتمعية. في قرية سيدات هذه القرية بيقوموا بإنتاج الحرف التراثية بكافة أشكالها، من أول الأكل الشعبي للمنسوجات للخزف، وطبعاً بيعملوا سلسلة من المطاعم، وهم بنفسهم بيديروا وينتجوا وأصحاب العمل. فده طبعاً يعني بيقوم بدور مجتمعي مهم جداً، وأنا بحيي معالي الوزيرة على الرؤية دي الحقيقة. يعني أحمد، نحن في حضرة وزيرتين فرشتين ومذيعتان الفضاء، كل هذا البهاء على فضاء مشبع بالثقافة والحب والأمل. سؤالي لمعالي الدكتور هيفاء، ويستمر الفرح، اسم يعني يعني ينسجم تماماً مع فكرة المهرجان. سؤالي بعد 37 عام، هذا التراكم، وجرش كان مقصداً ولا زال مقصداً لكبار النجوم العرب ومحجاً لهم، والكل يتمنى أن يكون جزء من هذا الفضاء الثقافي، ماذا أضاف لكم وأنتم تعدون للدورة 37؟ يستمر الفرح في هذا العام المبارك. كل عائلة أردنية عاشت حالة فرح استثنائية في هذا العام. صحيح. أثناء زفاف ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله طبعا. الأميرة رجوة الله يحميهم. حالة الفرح هذه بالنسبة لنا متصلة بتجليات الثقافة، متصلة بعملنا اليومي. الأردن دائما بلد آمل إيجابي، نحن نؤمن أننا مصدر للطاقة الإيجابية للشعب الأردني داخل الأردن وخارج المملكة الأردنية الهاشمية. الفرح يعني مواطنة صالحة، الفرح يعني إنسان يعي رؤيته الشخصية من الحياة، إنسان وإنسانة منتجة، إنسان يحب الشجر، يحب رائحة الياسمين في قريته. الفرح يعني ثقافة، اقتصاد، الثقافة محرك خفي كما تفضلت معي. الفرح يعني حياة سوية دكتورة. أبدا. ومن هنا استمرار الفرح بالنسبة لنا، أن نبني على هذا الفرح الأردني الكبير، وأن يستمر من خلال عملنا من أجل التحديث الاقتصادي والتحديث السياسي والتحديث. ونحن نسير في مرحلة جادة اليوم بأن تكون الثقافة جزء من تحسين نوعية الحياة. وكما تفضلت معالي الوزيرة، اليوم مهرجان جرش مش لنا جميعا، مهرجان الجميع. أصبح مهرجان جرش يستدعي أهم الفنانين العرب، وأصبح مهرجان جرش مدخل اقتصادي رئيسي فبلدية ولم يعد هذا اهتمام محلي دكتورة أيضا. أبدا، اهتمام عالمي، عندنا صناعات ثقافية إبداعية موجودة. مهرجان جرش سيؤثر على
الحياة اليومية لأهالي جرش والدخل الاقتصادي، له علاقة بالسياحة، له علاقة كيف نقدم السياحة الثقافية، بأن الأردن مش مجرد تراث مادي، تراث مادي يتفاعل مع التراث غير المادي، قيم، عادات، تقاليد، روح، مشاعر، فرح مستدام، شغف. فكل هذه القيم موجودة في مهرجان جرش ويستمر الفرح إن شاء الله. جميل. إن شاء الله على طول. الحقيقة يعني أنا معجبة جدا بالشعار، لأنه صحيح إنه يستمر الفرح بعد الفرح اللي كان موجود، وهذا العرس الجميل اللي كلنا تابعناه وكنا حاسين إن إحنا كمان جزء منه. صحيح. لأنه هو فرح كان عربي، كان عجبني فيه قوي العادات والتقاليد، يعني من لم يزر الأردن فقد زارها في العرس. صحيح. وشاف كل الأشياء هي الجميلة. كانت يعني زي ما حكت معالي الوزيرة دكتورة هيفا، صدقا كان فرح في كل بيت أردني، شعرنا وكأنه إحنا اللي عم نحضر عنا عريسنا جوا البيت، وإلنا تحضيراتنا. الشارع الأردني كان في حالة من الفرح، يعني بتمشي بتحس إنه كل الشوارع، يعني الدنيا كلها فرحانة، الأسواق، عبدا، الناس، فكنا منجهز كأنه في بيوتنا. بالمناسبة أنا هذا انعكس، كعكة بعجوة تم توزيعه في بيوت الأردنيين، بس إحنا ما دقناش كعكة، انعكس على الشارع العربي بالمناسبة. حندوقك هذا الفرح. هذا أنا عايزة أقول إن كان في مصر، وأكيد أستاذة شفكي يعني رأيها كده برضه، كان في متابعة جماهيرية وشعبية لهذا الفرح كأنه موجود في مصر. أيوة يعني. صحيح. فكان في فرحة الحقيقة أكيد اتنقلت على المستوى الشعبي لمصر. ما هو هذا شيمة الأردنيين، ما بدنا نفرح لحالنا، بدنا كل وطن العربي يفرح. بالتأكيد الفنان الأردني كان موجود، التراث كما تفضلتي، الحنة، كان التركيز العادات الجميلة الأردنية، التقاليد الأردنية، كان بسيط ومعبر بصراحة، قريب للناس، قريب. كان أردني بامتياز حقيقي. هو العادات العربية جميلة ومبدعة وأصيلة، يعني صح، كلها فيها أصالة يعني. صح. طبعا هذه المهرجانات يمكن مثل ما حكيت الدكتورة والشباب، يعني خاصة حتى في مهرجان بابل في العراق نشعر بقدوم الأخوة، الفرح ما يطيق، يعني كعراقيين بحضور العرب إلى مهرجان بابل وتمثيلهم لدولهم وبلدانهم، حتى من تكون مناسبة رياضية يكون الاحتضان حقيقي، بأن تشعر بأن أنت لغة الحدود بين البلدان، وهذا هو الخط الوحيد اللي بعد الحاجز العربي عن الآخر. نعم. معالي الدكتورة هيفا، يعني المسيرة الثقافية في الأردن هي متجذرة منذ نشوء الدولة الأردنية. صحيح. وإحنا يمكن كمان كأردنيين منحب الحالة الثقافية. صحيح. وكان لنا دافع كبير جدا بأنه الهاشميين علمونا كيف نكون أدباء ونوثق التاريخ، نوثق الحضارة، نوثق المسيرة الفنية بشكل كامل، فكان في إلنا دافع كبير جدا، وبالتالي تطورت مع تطور الدولة الأردنية. الآن كم كان دافع اهتمام جلالة الملك بالحالة الثقافية، وأنت وزيرة للثقافة والأقرب يعني لهذا الشيء، وأنت المبصرة أكثر، فنتحدث عن هذا الموضوع. ستي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني أطال الله في عمره، يعني يعي أن يعني لديه رؤية عميقة ومتميزة في أن الثقافة هي تقع في قلب كل ما يتصل برحلة التحديث الأردني. نعم. الثقافة تقع محرك أساسي ورئيسي لفرح الأردنيين، لتحسين نوعية الحياة لدى. صحيح. الأردنيين. وكما تفضلتي نحن نحمل هيك عنا بعد عمودي آلاف السنين من الحضارات المتجددة في الأردن، ولكن احتفلنا بالمئوية الأولى ونحن على أعتاب المئوية الثانية من عمر المملكة الأردنية الهاشمية، وكان أول منتدى ثقافي أردني بالمعنى الشمولي للكلمة في مئويتنا الأولى في بيت عبد الله المؤسس، الملك عبد الله. نعم. الأول المؤسس، كان هذا مكان لقاء يلتقي فيه الشعراء والأدباء والمفكرين والفلاسفة، وهو كان شاعراً، وكان الفن الأردني موجود شمال جنوب شرق غرب، نحن نعشق الدبكة هاي، والدبكة الدحية الأردنية لا علاقة بعلاقتنا بالأرض، الصحراء، الشعر النبطي الأردني، الشعراء الحداثيين الأردنيين. فبالتالي هناك تشجيع كبير من صاحب الجلالة ومن جلالة الملكة رانيا العبد الله. كل ما يتصل اليوم لما نتحدث عن الصناعات الثقافية لا يمكن إلا أن ودعم المصمم الأردني ودعم المصمم المحلي الأردني، وشاهدناه في المشاهد الاحتفالات الأردنية، ولكن الدعم الحقيقي
كان من خلال الصناعات الثقافية الإبداعية في مهرجان عمان للتصميم، كان برعاية صاحبة الجلالة الملكية، كان في رؤية تقدمية فيما يتصل بأن اليوم الثقافة، ونتحدث عن صناعة الأفلام، نتحدث عن الصناعات الموسيقية، نتحدث عن تجديد آلة الناي. لدينا مشروع مجتمعي يجدد في آلة الناي، عندنا مشغل يجدد في آلة العود. ومن هنا علاقتنا مع مصر. مصر لديها أهم العازفين، أهم عازفي العود في العالم العربي، في مصر والعراق وفلسطين ولبنان وكل العالم العربي. ولكن نحن نسعى من أجل حماية التراث، نسعى بأن لا، سأعطي مثل أكثر أردنية وبعدين ما عليها بتحكي إن شاء الله على تعاوننا فيما يتصل بتجديد التراث. اليوم الربابة معليكي والحديث للجميع من أجمل الآلات الأردنية طبعاً. ولكن صار في بعد شباب أردني عنها. إذا ما جددنا آلة الربابة وأدخلناها على الفرق الشبابية الأردنية رائع. وصاروا هالفرق، وإحنا فرقنا اليوم الأردنية موجودة في العالم العربي طبعاً. يعني طبعاً. صارت مصر تستقبل الفرق الأردنية والفنانين الأردنيين موجودين. بالتالي عملية التجديد هي يعني في قلب الحدث الأردني. الثقافة لابد من أن تكون مدخل رئيسي من مدخلات الاقتصاد القومي، ولا هذا يغنينا عن أن بناء الوعي، تجديد القيم، الأمل والإيجابية والمحبة. هذا الأردن محب حنون دافئ، حتى يبقى الأردن محب حنون دافئ لا يمكن للثقافة أن تعمل بعزلة عن شجرة الزيتون، وزارة الزراعة ووزارة البيئة. فنحن جميعنا بتوجيهات صاحب الجلالة الهاشمية ومجلس الوزراء الأردني ودولة الرئيس نعمل من أجل أن تكون الثقافة والبيئة والزراعة والتربية والتعليم. ومن هنا لدينا مشروع مشترك إن شاء الله سنعمل مع جمهورية مصر العربية على تجديده، هو قصص الأطفال، استكتاب كتاب وشعراء الأطفال لأن يقدموا للتربية والتعليم. هذا لا تكون التربية والتعليم بعزلة عن مشروع الوطن الثقافي، يتعرفوا على شجر الزيتون وزراعة الزيتون والأغاني القديمة وتجديد الأغنية الشعبية. كله من مشاريع الأردن العريق طبعاً. أجمل من بعضها يعني مشروع الأطفال، وخصوصا أن احنا نزيد من وعي الأطفال. حضرتك قلتي أن الثقافة ما هي إلا مزيد من الوعي طبعاً. وخصوصا أنه أطفالنا العرب جميعا يتلقون البدايات مش من الثقافة العربية. فدي يعني لو نتكاتف في مشروع حقيقي عربي للطفل العربي، أعتقد ده هيبقى مهم جدا، وخصوصا معرض الكتاب يعني يعمل ده يقدر يعمل ده. حضرتك تتحدثي معالي الوزيرة عن الربابة، فكرتيني وأخدتيني. إحنا الربابة عندنا موجودة في صعيد مصر وكلنا نغني بالربابة، وأعتقد الشاعر الكبير عبد الرحيم منصور اللي هو صعيدي أصلا في احتفالات أكتوبر أخد وردة الجزائرية الفنانة الكبيرة والموسيقار بليغ حمدي طبعاً. وبدأوا يغنوا ودخلوا عشان يحتفلوا بالنصر، وقالوا أنا على الربابة بغني القصيدة بنت مملكش الصعيد غير إني أقول تعيش يا مصر. يعني كانت الربابة دخلة حتى في احتفالات النصر. هذا هو يمكن شافت في مناطقنا الغربية الأنبار وحديثة الربابة دائما الفلاحين الكذا فكرة أحمد شاعر كمان الله يسلمك. فخليني أرجع هنا وإحنا بنتكلم عن هذا الامتزاج الرائع اللي أنا شايفاه. يعني الحقيقة الصورة في وجود وزيرتي للثقافة وهما سيدات فضليات هو انتصار للوعي والثقافة بأن المرأة محترم للجميع تتصدر المشهد. هلا هم وعي جديد وعي جديد. والحقيقة أعتقد أنه كان في لقاء مسبق بينكم في معرض الكتاب طبعا في مصر طبعا. وكانت الأردن هي ضيف الشرف في معرض الكتاب ده. هذا تبادل طبعا. هنا يعني سؤالي لحضرتك معالي الوزيرة دكتورة نيفين، يعني مصر بلد المهرجانات طبعاً. فعندنا مهرجانات ثقافية كتير ومهرجانات شعبية وسينما وتلفزيون. ما الذي حرصتي وأنت تأتينا هنا إلى الأردن؟ يعني كان حيبقى صعب عليك تختاري إيه وتسيبي إيه؟
يعني هو الحقيقة ما كانش يعني ما كانش في حيرة، لأن في رؤية مسبقة في إن أي محفل دولي حيتم تمثيل مصر فيه لازم يكون جامع شامل. فالشغل على التراث ده كان أول ملف بدأت أشتغل بيه الحقيقة، لأنه ملف مهم جدا التراث المصري، وبعد كده خدنا إلى التراث العربي. وطبعا يعني بمناسبة ملف التراث إحنا حريصين كل الحرص على التعاون مع الدول العربية في اليونسكو في تسجيل العناصر المشتركة في التراث اللامادي. ليه التراث اللامادي؟ لأن الثقافة اللامادية سهل تضيع، هي مش ملموسة، هي بتنتقل للأجيال عن طريق التلقين والممارسة والتعلم. وفي نفس الوقت التعلم طبعا وربطها بالاقتصاد بيخلي ليها دور مهم جدا في الحياة، وهذا ما تكلمت عنه معالي الوزيرة، ان ربط الفنون والثقافة والتراث والحرف التراثية بالتحديد بالاقتصاد ده بيساهم بشكل كبير جدا في حفظ التراث وتداوله، وفي نفس الوقت بيعمل تنمية مجتمعية. طبعا الربابة زي ما حضرتك ذكرتي هي موجودة عندنا في الصعيد وموجودة في الأردن، وقد تكون موجودة في دول عربية قريبة كثير، والعراق طبعا، لأن منذ قديم الأزل وفي امتزاج حضاري بين الدول العربية كلها، وعشان كده ده أخذنا لتسجيل الملفات المشتركة. طبعا يعني فالاتحاد قوة صحيح طبعا، ووجود ملفات مشتركة ده بيعطي زخم وقوة ومبررات قوية جدا في المحافل الدولية وخاصة في اليونسكو الهيئة المعنية بالتراث لتسجيل العناصر التراثية العربية. هذا الملف في منتهى الأهمية، هو هويتنا العربية، وده الحقيقة ملف مشترك ومهم جدا. يعني تم الاتفاق عليه مع معالي الوزيرة بدون اتفاق، يعني لما تقابلنا في يناير في معرض الكتاب، وكان طبعا الأردن ضيف شرف يعني عزيز علينا جدا في القاهرة، أول ملف اتكلمنا فيه كان ملف التراث، التعاون في مجال التراث، وكان يمثله في الأهمية الأطفال في ثقافة الأطفال في المدارس. وده يرجعنا إلى البروتوكول الموقع بين وزارة الثقافة المصرية ووزارة التربية والتعليم بإدخال تعليم الفنون في المدارس. هذه التجربة كانت موجودة زمان ولكن لم تستمر، ومن خلال بروتوكولات التعاون بين وزارة الثقافة والوزارات الأخرى أعطى المجال إن إحنا يكون في مجال للتعاون بيننا وبين بعض الوزارات اللي هي هدف للعمل الثقافي، بمعنى إن إحنا كنا حريصين على إن الاستراتيجية تكون الذهاب إلى الفئات المستهدفة في المدارس والجامعات. هذه البروتوكولات فتحت مجال للتعاون بين الوزارات علشان يكون في شكل من أشكال العمل المنتج على الأرض، ما يبقاش الملف الثقافي خطط على الورق فقط. وطبعا الأفكار دي كلها لما تم طرحها مع معالي الوزيرة لقيت في تطابق في الأفكار كبير جدا، وخاصة يعني إن خلفية معاليها برضو التربية والتعليم، فيعني معاليها مدركة تماما لأهمية ربط التعليم بالفنون والثقافة. طبعا معالي الوزيرة يمكن اللي تتحدثون بحضراتكم شيء مفرح غاية بالنسبة لنا كبلدان عربية، دائما كنا نلاحظ مثلا في مدارسنا مدارس الابتدائية يخرج الفنان المبدع الرياضي المؤلف الكاتب من المدارس الابتدائية، يكون النشاط الفني هو الأهم، وفي حقبة زمنية معينة أهملت تماما حتى درس التربية الفنية الذي يربي الذائقة للطفل ويقوي شخصية الأطفال وتعتبر اللبنة الأساسية لبناء المجتمعات حتى تهيئ بأن يكون شاب واعي، أهملت تماما، قام يأخذ الدروس المهمة ويبعد عنها. إن شاء الله نشوف يعني نشاهد هذا التعاون المشترك يرى النور حقيقة في كل البلدان العربية والاهتمام بهم بشكل كبير. مع الوزيرة أيضا تحدثت عن نقطة جدا مهمة، بلداننا في بعض الأحيان تعاني اقتصاديا، تعتمد على شيء معين وتهمل الآخر، في حين في كل مكان نشاهد منطقة آثارية مهمة، منطقة سياحية مهمة. كيف ممكن اليوم من خلال مهرجان جرش أن نسلط الضوء على مناطقنا الآثارية غير جرش؟ طبعاً. لدينا الكثير من المناطق التي تكون رافد اقتصادي مهم بالنسبة للأردن ومصر وفلسطين وحتى العراق، لدينا كثير من المناطق. طبعا امبارح
الأوبريت المسرحية قائمة على فكرة أن جرش كانت تستقبل زوار من كافة أنحاء العالم، واستضفنا أهم أقدم شاعر في العالم من جدارة أم قيس طبعا. فبالتالي نحن في حالة فهم لكافة المواقع التراث المادي. هنا نتحدث عن لا يمكن لوزارة الثقافة أن تعمل بعزلة عن وزارة طبعا. السياحة، نحن نعمل معا من أجل السياحة الثقافية. السائح قد يأتي إلى جرش أو إلى البتراء مثلا مرة واحدة ويستمتع، ولكن نريد أن يعيش الحياة الأردنية والتجربة الأردنية، أن يستمتع مع بوجوده مع عائلة أردنية، يأكل الطعام الأردني، يأخذ معه لبيته قطعة فنية أردنية، يتعرف على شكل العلاقات الإنسانية داخل العائلة الأردنية، فبالتالي هذا يعود مرة ثانية أو يرسل عائلته أصدقائه جيرانه. نعم، سؤالك كان في البداية التحديات الاقتصادية. أنا أعتقد أن شعوبنا وفي الأردن علينا أن نتجاوز التحدي الاقتصادي بالعمل، بأن يعني أن نؤمن إيمان كامل أننا شعب منتج، أننا يمكن من مشروع تراثي. تحدثت معاليها عن نساء في سوف، كنا امبارح في سوف، إنتاج غذائي من أطيب ما يكون، صناعات تراثية. هذول النساء عم بدعموا 45 امرأة بدعموا عائلاتهم، فبالتالي في إمكانية دائما أن نتفوق على التحدي وأن ننظر للتحديات الاقتصادية كفرص للعمل والتجديد والتشاركية. صراحة دكتورة، هذا الحوار فرض علينا طرح الأسئلة المهمة. العديد من الأسئلة أنتجها هذا الحوار، ربط التعليم بالثقافة. نحن نتحدث عن صناعة الغد، صناعة الوعي، كما هو شعار المهرجان ويستمر الفرح، صناعة الفرح. فيما خص صناعة الغد، ربط الثقافة بالتعليم، وأطفالنا واقعون طيلة السنوات الفائتة الطويلة هذه تحت تأثير الخطاب النقيض من خلال البرامج التعليمية ومن خلال مجموعة المنتجات الثقافية المختلفة، إن كان مسرح أو سينما أو أي شيء. أنت بذلك تعيدين بغد أكثر إشراقا، له علاقة بوعي أطفالنا الذي تلوث، ونحن كلنا نقر بذلك. أنا بدي أحكي عن تكامل عربي فيها، لأنه هذا مشروع صراحة كبير دكتورة، وأنتم في مصر سباقون في هذا الموضوع، أنتم تجربة رائدة بصراحة. لكن إحنا كيف ممكن نعمم هذه التجربة، أو كيف ممكن نروح كلنا كعرب مجتمعون نقول لا، بدنا نصنع الغد، بدنا نعيد الاعتبار لوعي أطفالنا؟ هو طبعا يعني دائما الثقافة هي أداء وممارسة لفكر، وهذه الممارسة يقوم بها الأجيال، أطفال وشباب، والتركيز هنا على الأطفال، لأن طبعا الشغل مع الأطفال طبعا بيرسخ الهوية أكثر. وهم من الغد يا دكتورة، هم الغد. وهم لسه صفحة بيضة يعني طبعا. فلما يكون تشكيل الوعي في المراحل الأولى بيؤتي بنتائج يعني أكثر إيجابية من العمل على وعي فعلا تشكل. قديش هذا المشروع بقدر ما هو واعد، بقدر ما هو بحاجة إلى جهود وإمكانات. هو مشروع قومي الحقيقة، يعني أنا بعتبره قومي. مشروع قومي، ويعني أنا أتمنى أن ده يكون مش بس على المستوى المحلي في مصر، ولكن يكون مشروع قومي في الوطن العربي، لأن يعني المستقبل العربي مشترك ومهم. فالعمل على المستقبل مع الأطفال، يعني أنا أعتقد أن احنا في أشد الحاجة إلى هذا التوجه إن شاء الله. في الحديث عن الغد، اسمحي لي اليوم، وهناك توافق بالتأكيد مع جمهورية مصر العربية أن لا يمكن اليوم الثقافة أن نعزلها عن الغد بمعنى. اليوم العالم يسير في حالة من الرقمنة، نتحدث عن البرمجة ونتحدث عن الذكاء الصناعي، هذا جزء من مشروعنا الميتافيزيق. اليوم العالم يسير إلى الأمام، ونحن كنا شركاء في بناء الحضارة، نستطيع اليوم أن نجدد في أن نكون شركاء وفاعلين في كل المشهد من خلال
مفهوم التصميم اليوم إذا ما اعتنينا بالطفولة المبكرة وبأن بهذه المرحلة يعني نبني عند الأطفال المراكز المتخصصة في الدماغ عن التصميم والإبداع والابتكار، هذا يأتي من حالة الفرح اللي بيعيشها الطفل في مرحلة الرولة، القصص التي يستمع إليها، النشيد التي يغنيها، الزراعة التي يزرعها هنا، وبالتالي أيضا لاحقا أن تكون التكنولوجيا موجودة وما منخاف منها عندما كما تفضلت معاليها مشروع عربي مشترك، نحن نمتلك قيم مشتركة ويمكن لنا معا أن نتجاوز التحديات. يعني دكتور عندما نعزز ارتباطنا بجذرنا لا نخشى من التطور. مشاهدينا الكرام اسمحوا لنا بفصل قصير، نعود ونستكمل معكم حديثنا عن مهرجان جرش ويستمر الفرح. طيب عجبني جدا هذه المقولة إنه المدارس ما تكونش بعزلة عن المجتمعات بشكل عام. حضراتكم تتحدثون لأربع دول، الأردن، فلسطين، العراق ومصر، وتجربتنا الحقيقة في هذا البرنامج أثبتت تماما بأننا شعوب متقاربة. نحن نتحدث أكيد نفس لغتنا العربية الجميلة، جذر وعقيدة ولغة حقيقي وثقافة وحضارة. يعني لما بنروح العراق بنحس إن إحنا عراقيين، نروح فلسطين حس إن إحنا فلسطينيين، موجودين في الأردن إحنا أردنيين، وأكيد في مصر هم بيحسوا نفس الشيء. سؤالي في وجود حضراتكم بإنه يعني أثمرت هذا الالتقاء بين الوزارتين عن يعني تظاهرات ثقافية عظيمة سواء في معرض الكتاب أو في مهرجان جرش، ما هو الشيء الملح اللي إن شاء الله يصدر؟ هل هو فيلم معني بالأطفال بإذن الله يكون فيه هذه التجارب؟ هل هو عمل تلفزيوني؟ هل هو أغاني مشتركة؟ هل هو أعمال تصل إلى الناس وتبقى موجودة على السوشيال ميديا كمان والشباب يتبادلوها؟ ناخد الإجابة، تفضلي معالي الوزير. طبعا يعني هو إنتاج الأفلام مهم والعمل على السوشيال ميديا علشان نوصل لكل الناس مهم، ولكن يعني أنا يعني أعتقد وجود مشروع عربي مشترك للتنمية الثقافية إحنا بحاجة إليه جدا في هذا الوقت، متمثل مثلا في صندوق عربي للتنمية الثقافية يكون في رؤية موحدة للمشروعات الثقافية التنموية التي تحتاجها المجتمعات العربية مجتمعة. إحنا لدينا تراث غني جدا ومشترك منذ سنوات طويلة، وهممنا واحدة ومشاكلنا واحدة ومشتركين في مستقبل واعد إن شاء الله للأجيال الجديدة، فمهم جدا يكون فيه التكاتف من أجل هدف محدد نعمل عليه جميعا. أكيد بالتأكيد، يعني هذا في توافق كامل مع معالي الدكتورة نيفين وزيرة الثقافة المصرية بهذا الشأن. بالتأكيد علينا أن نحترم المحلية لكل دولة عربية، بالتأكيد هناك ظروف خاصة بكل دولة عربية، ولكن أن يكون هناك مشروع ثقافي رؤية ثقافية عربية هذا ضروري وأساسي، ويمكن لنا أن نحقق كثير. السؤال اللي حضرتك تفضلتي فيه فيلم أم أكثر، كل ذلك يجب أن يتحقق وبشكل مستدام. عايزين وزراء الاقتصاد معاك يعني كل ذلك عشان هم اللي هينتجوا أبداً. علم الاجتماع وعلم الاقتصاد طبعاً وجميع دخل في كل شيء. يعني الرؤية الآن الدبلوماسية الثقافية كمان بتلعب قوة كبيرة. بالتأكيد إحنا نتحدث اليوم، إحنا شركاء مع الهيئة الملكية للأفلام، نحن شركاء. لماذا مصر؟ مصر الفن والسينما، مصر قدمت للعالم، مصر السينما المصرية موجودة على خارطة السينما العالمية، واليوم الأردن استطاع من خلال الهيئة الملكية للأفلام أن يحضر هوليوود للأردن في مواقعنا المتعددة. فبالتالي أفلام أطفال، كتب أطفال، قصص أطفال، كتب بمعنى أناشيد بمعنى شعر، وتجديد روح الكتابة لدى الطفل، لأن الطفل بطبيعته كاتب مبدع، الطفل شاعر وعالم، وكما قال بياجي وكما قال قبل بياجي ابن رشد وقبل ذلك الرسول الكريم عندما في عشقه للطفولة وفهمه لأهمية
إعطاء الطفل مساحات من الحركة والتحرك والحرية واللعب بالتراب. إحنا عندنا إمكانيات كثيرة، مشروع مشترك على كافة المستويات، أن نضع التصميم على طاولة الثقافة العربية، التصميم بمفهوم شمولي. صحيح. عندما يكون لدى الطفل قدرة على تصميم مستقبله، فيكون لديه قدرة على تصميم زجاجة مختلفة، يحترم الشجرة لا يقصها يزرع. عندما يكون لديه التصميم، نعم، يصمم ويبدع ويطلق مشاريع إنتاجية ومشاريع إلكترونية، ويكون قادرا أن يقول لا لإنتاج ضمن الذكاء الصناعي، هذا لا يتلائم معي، هذا يتلائم معي. صحيح. يعني يصبح كمان لدينا قدرة على الاختيار، ولا نكون فقط مستقبلين سلبيين. أنا بالواضح بالنسبة لي أن مصر اليوم يعني وبهذه العلاقة المتجددة مع جمهورية مصر العربية على المستوى الثقافي، وبوجود معالي الدكتور رانيفي، من الواضح أن مصر منتجة لا تستقبل الثقافة بعزلة، وإنما هي مشاركة فاعلة، ونحن يعني نثمن ذلك. معالي الوزيرة، حقيقة هذا الحديث الممتع حول الطفولة والاهتمام بها يخليني في مشهد معين. أطفالنا بمنازلنا اليوم، جزء آخر هي الأسرة، النواة الأساسية بين التربية والتعليم التي تتجذر بها النواة الأولى للطفولة. ابتعدنا عن روايات الطفل، مسرح. صحيح. الدمى، مسرح الطفل. صحيح. الكتاب والمؤلفين بدأوا لا يكتبون للأطفال، بدأت التكنولوجيا والعولمة ودخولها إلى منازلنا عن طريق آيباد موبايل معين تغذي فكرة الطفل بأفكار سيئة. قبل نعرف القصص أو أفلام الكرتون، مثل ما حضرتك ذكرتي، لا تقطع شجرة، شفت رجل مسن ساعده، احترام الكبير، احترام الصغير. كيف اليوم ممكن وزارة الثقافة المصرية والأردنية وعلى صعيد العراق وفلسطين ومصر أن تواجه هذه العولمة وأن تقف حاجز مانع ضد هذه الأفكار السلبية التي بدأت تسمم أفكار الطفل العربي، وأن نجد مسرح للطفل وأن نجد رواية للطفل؟ شوف يا سيدي، بدون أدنى شك إنه في تدخل، في العالم صار أكثر اتصالا. علينا أن نتعامل مع هذه الحالة بطريقة استباقية وليس بطريقة الفعل ورد الفعل. الحالة الاستباقية بالنسبة لي أن يكون لدينا الوعي بأن الآيباد ضروري، جهاز الأبل اليوم ما لا نستطيع أن نتخلى عنه، ولكن في مرحلة الطفولة المبكرة وعند ولادة الطفل علينا أن نساهم مع كافة المؤسسات ببناء الوعي أن الطفل ممنوع أن يجلس أمام الآيباد لمدة تزيد عن 5 إلى 10 دقائق بحسب عمره، لأنه هنا يصبح مستقبلا سلبيا للثقافة. في مرحلة، هذه المرحلة بحاجة الطفل لأمه وأبيه وللأب بأن يكونوا معا في قراءة القصة، أو الأم الحاضنة للطفل قراءة القصص. من هنا نجدد في الكتابة الشعرية للأطفال والكتابات القصصية للأطفال. أنا أحفادي لا يمنعوا من أمهاتهم، الحمد لله هني أوعى منا من أنهم يتعرضوا بشكل كبير للتلفزيون ومنصات التواصل للتفاعل الإلكتروني في قراءة. أنا أقرأ لأطفالي، لأحفادي وأن كانوا شوي بعاد عني، من خلال زوم أقرأ لهم الأطفال يعانقون الأشجار، أنا وجدتي. أنا برأيي الأم، وهنا استعملت التكنولوجيا صح بالضبط. واضح أنه إحنا انحزنا في حوارنا إلى وعي الطفل ودورة تحصينه وتمتينه، وإحنا نخشى على وعي أطفالنا من الغد المحمل بالكثير من التطور، ذكاء اصطناعي وخلافه. بعجالة هيك وبسرعة، ما هو دور الإعلام في رفدكم لتحقيق هذا الحلم؟ هذا حلم بالنسبة لكل مواطن عربي، من لا يخشى على الغد، من لا يخشى على أطفاله من الغد، هذا الغد الغامض. سيدي رح أخلي الكلمة الأخيرة لما عليها. شركاء إحنا بالإعلام طبعا. إحنا لا نستطيع أن نعيش اليوم بعزلة عن الإعلام ولا عن وسائل التواصل الاجتماعي ولا عن وسائل التواصل التي تتطور اليوم. في منصة جديدة أنتم
تعرفون عنها أكثر منا، لا عزلة عنها. وأنا أعتقد أننا نستطيع أن نواجه العولمة بمفهومها السلبي إلى مفهوم تحدث عنه صاحب الجلالة الهاشمي بوضوح، العالمية. مصر في قلب العالم كما هو الأردن في قلب العالم. أنا بصدق أعتقد أن الأردن يقع في قلب العالم جغرافيا وإنسانيا وحضاريا، فلا نستطيع أن نعزل أنفسنا، والإعلام بحاجة إلنا ونحن بحاجة للإعلام، لأن الإعلام هو صوت الذي يعني اليوم كيف يمكن صوت الوعي، مهرجان جرش اليوم، هذه العلاقة التي تربطنا بوزارة الثقافة المصرية. الإعلام إذا كان هذا الإعلام لديه الوعي، ونحن يعني هيك نؤمن بأن لدينا من الإعلام الواعي والإعلام المنفتح والإعلام الذي يسمعنا جيدا، يعني أننا نعمل معا بتشاركية وبتعاضد من أجل بناء الوعي، وأن نتبنى القيم المشتركة فيما يتصل بالإبداع والابتكار والانفتاح ومساحات الحرية، ولكن ضمن قيم مشتركة وضمن منصة قوية. عندما أبنائنا بيكونوا طالعين من حضن دافئ حنون وواعيين لذواتهم وواعيين لوطنهم، في هذا الوعي المواطني نتحدث عن الصالح العام، نتحدث عن المواطنة الصالحة، نخافش. صحيح لكن لازم نعرف شوي يعني بحضور الإعلام المصري يعني، فلازم ناخذ كيف يعني فعلا الإعلام للثقافة في تشتير كتير يعني جداً. احنا بنحكي إعلام يعني ثقافة طبعا يعني أنا دايما منذ زمن، يعني أنا أعمل بوزارة الثقافة منذ تخرجي، وأنا خريجة أصلا أكاديمية الفنون داخل وزارة الثقافة، فوزارة الثقافة هي بيتي الكبير. دائما وأبدا الثقافة بدون إعلام كأننا نتحدث في غرف مغلقة تماما. الحاجة الثانية إن إحنا يعني لا نستطيع المنع فيما يخص العولمة والثقافة الغربية اللي بتطل علينا، ممكن يكون ليها سلبيات مؤثرة على ثقافة أولادنا، لا نستطيع المنع، ولكن علينا توفير البدائل ودايما نسبة دايما يكون في استباق لتوفير البدائل وننمي يعني شخصية الاختيار، نوعي الطفل ازاي يختار بس. صحيح. طبعا احنا اسمحوا لنا نشكر معالي الدكتوره نيفين الكيلاني وزيره الثقافه المصريه، انت في ضيافه كل بيت اردني. شكراً. اهلا وسهلا أردن فيك. بلدنا. شكراً. اهلا وسهلا. شكراً. معالي ايضا شكراً. هيفاء النجار الوزيره النشيطه جدا. شكراً. وزيره ثقافتنا بنعتز فيكي. شكرا لك. الله يعطيك العافيه. شكراً. وان شاء الله كل النجاح لمهرجان جرش. يا هلا حي ومرحبا، نورتونا وتشرفنا، ومنتظرين مزيد من العمل إن شاء الله، إن شاء الله. المشرف بين وزيرتين. الحقيقة بشكركم شكرا جزيلا، وكنا محتاجين حلقتين يا أحمد في الموضوع، أكثر من حلقة خاصة حقيقي. يلا إن شاء الله الجاي ولكن الوقت أكثر. أنا شكرا. بدوري بشكركم جميعا مشاهدي بيت للكل، هكذا هو الحديث، حديث من القلب، حديث كله وعي عن الثقافة العربية الجميلة اللي هي في داخل كل القلوب العربية. مازال في الوقت الحقيقة، نحتاج لمزيد من الوقت لكي نتحدث في حلقات مقبلة بإذن الله من هذا الموقع ومن هذا الحديث الراقي. أشكركم شكرا جزيلا، دمتم في رعاية الله، مع بيت للكل.